شرعت وزارة التكوين المهني والتشغيل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية في تنفيذ برنامج عمل يحتوي على جملة من الإجراءات العاجلة تهدف إلى دفع التشغيل والإدماج المهني لطالب الشغل والمحافظة على مواطن العمل. ويهدف هذا البرنامج إلى إرساء خطة عمل بين مختلف مكونات جهاز التكوين المهني والتشغيل تعتمد على الرفع من نسق إحداث مواطن شغل جديدة والمرافقة النشيطة لطالب الشغل للرفع من تشغيلهم والمحافظة على مواطن العمل بالمؤسسات المتضررة وتطوير برنامج إحداث المؤسسات والإحاطة بأفكار المشاريع ومرافقة الباعثين الجدد. أعلنا على 40,000 موطن شغل عام السنة مش فوتوهم. وصلنا 24,000 فونكسيون بيبليك 10,000 انتربريز بيبليك et on dépassera les 15,000 les entreprises privées. On dynamise les recrutements et on dynamise l'emploi. Je n'ai pas le cher septembre Kemel, Ikoun, cher Mtal Tachril, donc Tachril, Massolé, Mishken Lakouma, Mishken Daoula, Massolé, Zed, Kul Atraf, Prita Al-Am, Prita Al-Khas, les associations, Neskoul, les amis, Hassrohu, Massoul, Al-Tachril, Fibledna, Ken Rodon Habou. في مخص لي ستاج لي ستاج اون كوليكتي حتى لتوا 6800 تربصات في الوظيفه العموميه مع 6800 هذو معنا كان 1700 اكثر في 1726 متوزعين على 10 بلان ريتمون هذا فيما يخص الوظيفه العموميه فيما يخص المؤسسات العموميه اقترحنا وبعض هي بكل صراحة مش احنا اقترحنا بعض المؤسسات قالوا لنا علاش ما تنظموش زادة الانتدابات فيما يخص المؤسسات العمومية دونك اللي حبت تشارك على الموقع ويب وزارة التكوين المهني والتشغيل قاعدة تنسق مع المؤسسات باش تنظم المناظرات فيما يخص المؤسسات العمومية كيف جروب شيميك كيف ما فوسفات قفصة فما زادة سيلولو القصرين ستاج La SONED, la SNCFT, Tunisie Autoroute et d'autres. Amazed la cimenterie, M'ta Omkli. Où seul n'a pas tel Corbett, Manialef, Mouton Chol, Michisir ou l'Antidabet ou le Mounadrat M'tahom, à la trique site web Heveka.